سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. الاجواء الكبيره جدا، يسعدني ان اكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراه الكبيره المثيره المنتظره. اجواءها غير عاديه على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء ايضا صافيه، الطقس رائع جدا. بقي على اللاعبين ان يظهروا امكانياتهم الكبيره في مباراه اليوم وان يجعلونا نستمتع بكره قدم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. هي البداية إذن. فيراتي، أندر إيريرا، نيمار، إيمور، أندر إيريرا، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. فابيان لوموا، رمية جانبية إذن. نيمار، تمريرة جميلة. أندر إيريرا، حكيمي يقطع الكرة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. باريس سان جيرمان نجح في تسجيل هدف مبكر، هدف مقابل لا شيء الآن. الكرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. ماركينوس، أندر إيريرا يلعب كرة طويلة لا يمكن إهدارها. أندر إيريرا بعيدة تماما عن المرمى. فابيان لوموا، يلعبها إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. فيراتي،
تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ميسي، ميسي انطلاقة في وسط الملعب. ميسي، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ عدت الكرة، ينطلق إلى الأمام بسرعة. نيمار، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ليونيل ميسي، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. الله ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة، نهاية أجمل ما يكون. النتيجة 2-0، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. حكيمي، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم، الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم، سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، تغيير لاعب على الأجنب. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. قد يلعب كرة عرضية الآن. نيمار، أندر إيريرا، ماركينوس، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. بابي، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. فابيان لوموا، كرة طولية إلى الأمام. سيطر على الكرة. حكيمي، نيمار، فيراتي، نيمار ينقل الكرة للجانب الآخر. يلعب كرة بينية، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، وهذه رمية جانبية. مرت الكرة بشكل
بشكل جميل. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. نيمار، الكرة في المرمى، يا سلام، هدف في غاية الروعة. لم يكن من الممكن إيقافه. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. يفقد توازنه، يحاول أن يلعب كرة بينية. الله، مروع، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. فاتت ومرت وصلت إليه. نيمار، ماركينوس، تلعب الكرة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. أندر هيريرا، أمام فرصة للتسجيل. أندر هيريرا لا يمكن إهدارها. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. فوز مستحق أظن في رأي الجميع بعد هذا الأداء الكبير. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه. بالتأكيد ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. شكرا لكم متابعينا الكرام في كل مكان، نلتقيكم في مباريات قادمة.